بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله نستعين ونطلب من الله التوفيق والسداد. ينطلق على بركة الله تعالى وتوفيق ثامن أشواط هذا المساء بتوفيقا إن شاء الله لجميع المشاركين بهذه الفعاليات وبهذا المهرجان، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. تنطلق أشواط الثنايا القعداء لأصحاب السمو الشيوخ في أرضية ميدان التحدي الذي يجمع هذه الشعارات بهذا المهرجان الكبير الختامي بهذه الانطلاقة الموفقة بهذا الشوط. سيارة رصدت لصاحب المركز الأول في هذا التحدي، وهناك الانطلاقة، هناك المقدمة، هناك المركز الأول. أرى في هذه اللحظات الشقب مع المركز الأول لهجن الشحانية، الشقب لهجن الشحانية، الشقب مع المركز الأول لهجن الشحانية، وهناك سلطان بن محمد الوهيبي يقوم بعناية التضمير والمتابعة. المركز الثاني، المركز الثاني مثير مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل ثاني وسعيد بن محمد بن طفلة المري يقوم بعناية التضمير. المركز الثالث، المركز الثالث النصر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني ومحمد بن علي بن حسين بن جرحة بالمري يقوم بمتابعته في هذه الانطلاقة. المركز الرابع عجلان لهجن الشحانية، الشهم مع المركز الرابع لسمو الشيخ سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيا وجمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي يقوم بعناية التضمير والمتابعة. المركز الخامس، الله يا الشقب، الشقب مع المركز الخامس تعود ملكيته لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني وفهد بن سالم بن مسعود المري يقوم بعناية التضمير والمتابعة. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، الخمسة المراكز الأولى، نداءنا الأول. ونعود وإياكم إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى الشقب، الشقب مع المركز الأول في هذا التحدي، في هذا الانطلاق المتميز في صدارة الشوط لهجن الشحانية. وسلطان بن محمد الوهيبي يقوم بعناية التضمير والمتابعة، لكن أرى في هذه اللحظات هناك الشهم، الشهم لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيق الرميثي يقوم بعناية التضمير. غير الشهم على المركز الأول في هذه الانطلاقة، يا سلام، انطلق الشهم مع المركز الأول، الشهم في مقدمة الشوط، في صدارة الشوط، في تألقه المتميز مع المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيق الرميثي يقوم بعناية التضمير والمتابعة. الشقب مع المركز الثاني لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المتابع لهذا الشعار. المركز الثالث، المركز الثالث النصر مع المركز الثالث في هذه اللحظات لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني ومحمد بن علي بن حسين بن جرحة بالمري يقوم بعناية التضمير والمتابعة. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، الشقب لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني وفهد بن سالم بن مسعود المري أيضا مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس مثير، مثير مع المركز الخامس لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وهناك سعيد بن محمد بن طفلة المري يقوم بعناية التضمير والمتابعة. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نداؤنا الثاني على التوالي متواصلين معكم ومع الخمس المراكز الأولى في هذا الموقع المتميز. أيضا شعارات، أسامي ما بعد حان وصولها
في هذه المنافسة، ولكن انطلاقة 8 كيلومترات، انطلاقة الكبار، انطلاق السرعة، انطلاق التحديات، دائما مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ الذين حريصين على هذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. هذه مشاهدينا الكرام الخمس المراكز الأولى وعلامة 4 كيلومترات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط، نهاية هذا الحدث الهام بهذا المهرجان الختامي، مهرجان سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. أعود مع مجريات الشوط، أعود مع المقدمة والمركز الأول الشهم. الشهم لا زال مسيطر على المركز الأول في هذه اللحظات وهذه التحديات، يقود المشاركين، يقود المتنافسين في هذه المنافسة المشرفة. الشهم لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيق الرميثي يقود أيضا الشهم اللي مع المركز الأول، ولكن أرى أيضا الشقب مع المركز الثاني. الشقب مع المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، تعود ملكيته لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي مع المركز الثاني، المركز الثالث. أرى في هذه اللحظات وصول مشاهدينا الكرام أيضا من يصلنا في هذه الانطلاقة، النصر، النصر لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني ومحمد بن علي بن حسين بن جرحب المري في ثالث المراكز، المركز الرابع. الشقب مع المركز الرابع في هذه اللحظات لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني وفهد بن سالم بن مسعود المري مع الشقب اللي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس، يا سلام، أول نداء في هذه الانطلاقة إلى الذيب لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في المركز الخامس، وفي انطلاقته مع أول نداء له حمد بن راشد بن غدير الاجتبي أيضا متابع لشعار هجن العاصفة مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى في هذه التحديات. بدت الأسامي بالوصول والمنافسة المشرفة على مقدمة الشوط. الشهم لا زال شهما في صدارته وتألقه مع المركز الأول في هذه اللحظات لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان جمعة بن عتيق الرميثي يقود المشاركين في هذا التحدي. الله، يا الشهم، الشهم مع المركز الأول، وبدت التعليمات على انطلاقة الشهم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، انطلق الشهم من هذه اللحظات، من هذه المنافسة التي بدأ يبتعد عن صاحب المركز الثاني في هذه المنافسة القوية، مع انطلاقة الشهم لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق الرميثي. وسلوب الذيب وصل في هذه اللحظات، الذيب لهجن العاصفة التابع على سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن غدير الاجتبي أيضا متابع لهذا الشعار، وأيضا قبل شوي بالمركز الخامس لا في المركز الثاني ولكن المركز الثالث. أرى في هذه اللحظات ممتاز لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق ممتاز، أول نداء اللي ممتاز مع المركز الثالث المركز الرابع. أرى شاهين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، هناك أيضا من يتابعه في عملية التضمير، أيضا الانطلاقة مشاهدينا الكرام لشاهين مع المركز الرابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم في هذه مطر بسيف الله حجل اشتبي يتابعه. الله، يا سلام، المركز الخامس، المركز الخامس. مشاهدينا متابعينا الكرام شعار هجن العاصفة مع معالج وحمد بن راشد بن غدير الاجتبي يتابع ايضا انطلاقة الذيب ومعالج في هذا الموقع، لكن اعود مع المركز الاول، اعود مع الشهم، الشهم مع المقدمة والصدارة مع الانطلاقة والتنافس في هذه اللحظات. 1500 متر ما تفصلنا على نهاية الشوط في انطلاقة الشهم مع المركز الاول لسمو الشيخ زايد بن حمدان
بن زايد هي جمعة بن عتيق الرميتي. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني اتحرك ممتاز، اتحرك ممتاز مع المركز الثاني اللي هج الشحاني يتواجد هذا الشعار وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام. هناك المركز الثالث الشاهيلي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم من ضبر السيد مطر بن سيف بن لاحج الهاجري مع المركز الثالث. هناك ايضا شعار هجن العاصفه، شعار هجن العاصفه مع الذيب، مع الذيب اللي تواجد مع المركز الرابع التابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن غدير الاجتبي مع المركز الرابع. ولكن الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير ما يفصلنا على نهايه الشوط. الله يا الشهم، الشهم مع المركز الاول لا زال محافظ على صدارة الشوط من البداية، من البداية لازال مسيطر مع المركز الأول الشام لسمو الشيخ حمدان، لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهير وجمعة بن عتيق الرميتي. الذيب يصل، الذيب يصل مع المركز الثالث. رهج العاصفة مع المركز الرابع أو المركز الثاني، المركز الثالث شاهين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم في المركز الرابع. هناك من يصل في هذه اللحظات. الله يا مساهم، مساهم لهجن شحانية محمد بن خالد العطية يتابع انطلاقة مساهم. ولكن أعود، أعود مع المركز الأول، أعود مع الشهم. الشهم لازال مسيطر مع المركز الأول في هذه التحديات. هذه انطلاقة الشهم، هذه إبداعات الشهم من الثمانية كيلومترات منطلق بكل قوة بكل الجدار لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. الله يا جمعة يا بن عتيق الرميتي انطلق مع الشهم. هذه انطلاقة الشهم. ولكن أرى عجلان، عجلان مع المركز الثاني لهجة الشحانية. اذهبوا مع الشهم، انطلق مع الشهم. تهانينا وألف مبروك لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. سلام وانتاج المختبر، سلام. انطلاقة الشهم مع المركز الأول سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. مضمرة جمعة بن عتيق الرميثي المحترف كان محترفا بانطلاقة الشهم من البداية لين النهاية. المركز الثاني عجلان لهجن الشحاني، المركز الثالث الشاهلي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع وكان من نصيب معالج لهجن العاصفه، المركز الخامس مساهم لهجن الشحانيه. تهانينا ايضا للمحترف المتابع للشهم والتهنئه للمختبر بفوز الشهم على هذا الانتاج المتميز. وبالفعل انتاج المختبر يا الحبسي، تهانينا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان. توقيت الزمني 13 دقيقه 97 جزء من الثانيه. تهانينا اللي سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان. المركز الثاني وكان من نصيب عجلان، قطع المسافه 13 دقيقه ثانيتين 25 جزء من الثانيه. تهاني لهجن الشحانيه وسالم بن فاران المري. المركز الثالث كان من نصيب شاهين، قطع المسافه 13 دقيقه 3 ثواني 50 جزء من الثانيه. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا والناموس.